بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والادارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وادارة التكلفة قرار التسعير في ضوء ظروف المنافسة في المحاضرة السابقة اخذنا قرار التسعير في ضوء الاحتكار المره دي بناخد في ضوء المنافسة price decision in the competition في هذه الحالة يتحدد سعر السلعة من خلال قوى العرض والطلب التي تعتمد على ظروف المنافسة. ولا تستطيع إدارة الشركة فرض سعر للسلعة أعلى من المنافسين إلا إذا كانت السلعة تتميز بجودة أعلى من جودة سلعة المنافسين. معادلة السعر في حالة المنافسة الكاملة. هتختلف، هنبدأ بسعر بيع الوحدة ناقص هامش ربح الوحدة يساوي تكلفة الوحدة، وبالتالي فالسعر مفروض من قبل السوق، كده المرة دي السعر هيبقى معطى بالنسبة لنا ما نقدرش نبيع زي ما إحنا عايزين مثل الحالة السابقة، وعليه تبحث إدارة الشركة في كيفية خفض تكلفة الوحدة. بالطبع دون المساس بالجودة حتى تحقق هامش ربح عالي وهذه الحالة هي الأكثر منطقية في عالم اليوم الذي تتزايد فيه حدّة المنافسة وتتطلب من إدارة الشركة تبني الأدوات الحديثة لإدارة التكلفة طيب إذا كانت المعادلة بالشكل ده السعر هنا مفروض علينا من قوى السوق، طب افرض إن السلعة اللي أنا بنتجها بنفس المواصفات المنافسين في السوق بيبيعوها الوحدة الواحدة بخمستاشر، يبقى لازم أبيع زيهم طالما سلعتي نفس جودتهم. أنا عايز أحقق هامش ربح كام عن الوحدة الواحدة؟ مثلاً اتنين، لو أنا عايز أربح في كل وحدة اتنين، يبقى أقول خمستاشر ناقص اتنين تطلع كام؟ تساوي 13 يبقى المفروض التكلفه تكون عندي كام 13 طب افرض انا عايز اكبر الهامش بتاعي مش هقدر اتحكم في السعر وازوده هيبقي السعر زي ما هو 15 بس انا نفسي احقق ربح عن كل وحده 5 ريال ازاي اوصل للهامش المستهدف هدفي ان انا اوصل ل 5 ريال يبقى الفرق بين 15 وال 5 كام 10 يبقى المفروض اقعد اخفض في التكاليف من 13 لكام ل 10 يبقى نعمل دراسات لخفض التكلفه ازاي نخفض التكلفه من 13 ل 10 دون المساس بالجوده دون المساس بالجوده